قبل تسوون سلطة بالرز البني، هذه سلطة لذيذة ومفيدة وبالمقادير بالضبط ومليانة عناصر، وبستخدم رز بنجاب المهيدب الرز البني، بس ما تطول الحبة. الرز البني مصدر جيد للألياف ومصدر جيد للفيتامين بي 1. بالله نبدأ، بسلق الرز بماء وملح وشوي زيت. الرز البني غسلته ونقعته نص ساعة، قمت عليه الماء، أضيف ملح وشوي زيت. الرز البني يشرب ماء أكثر من الرز الأبيض. أطبخه شيء بنار عالية، إذا شرب أغلب الماء بهدي النار وخليه يستوي. طماطم، جرجير نقطعه كبير، نسوي دريسنج، خردل، ملح وفلفل أسود، زيت زيتون وعصير ليمون. بشر ليمون، طبخنا الرز 30 دقيقة، بتركه يبرد. جبنة فتة، بذور قرع، نعناع مجفف. سلطة لذيذة جدا ومنعشة ومفيدة بعد.